كل شعوب تأخذ الخازوق أو تنظر بوي مثل ما يقول أبو المثل البغدادي، وهي جالسة أو نائمة أو منبطحة. إلا نحن أخذنا الخازوق وانضربنا بوي ونحن سائرون. شعر ملايين العراقيين بالغضب عندما تم الإعلان عن نفي تصريح كان قد تم إذاعته من قبل بأن رئيس الجمهورية فؤاد معصوم سيلقي خطابا يشرح فيه أسباب الأزمة السياسية، لأن إلغاء الخطاب حرم الشعب من أهم ما يحتاجه في هذا الوقت العصيب، وهو الضحك على الرئيس. مستعد أن أبايع حيدر العبادي رئيس الوزراء مدى الحياة إذا أجاب فورا على سؤال عن عدد الخطابات التي ألقاها منذ أن تولى منصب رئيس الوزراء، ومستعد أن أشهد له بأنه ليس على خطى القادة العظام بل هو قائد عظيم إذا استطاع أن يعيد واحدة من الخطابات التي ألقاها علينا منذ أن أصبح خطيبا للجمهورية العراقية. ولا أقول رئيس الوزراء لأننا منذ 4 سنوات لم نسمع منه سوى الخطابات والوعود.